أعزائي المشاهدين، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجنا رامي أمامي وأنا خلفي. في برنامجنا اليوم أنا استضفت فلاديمير بوتين رئيس سوريا وروسيا معا، أو ما يلقبه البعض بأبو علي بوتين، ما ألقبه أنا شخصيا بأبو البواتين. انتهى برنامجنا أعزائي المشاهدين، نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.